العافية، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم شنو؟ قصر الثقافة والفنون في البصرة، يعني المكان اللي تابع لوزارة الثقافة. شنو اكو جوا؟ اليوم افتتاح مركز الطفل. خلينا نشوف جوا شنو من اجواء جميلة موجودة. شنو؟ بيت تراثي؟ سبوه وهاي جاي اخذ لكم صوره. ناسي شنو يعني كلامك تحقق؟ شخبارك؟ شنو اليوم صار؟ شنو صار ما صار؟ اليوم شاركني بعرض أول مرة بالعجوز الأسود بحمل قصر الثقافة والمجاني في الثقافة الأسود. الجزيل لجميع الحضور مع حفظ الألقاب وأخص بالترحيب أكون موسمة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض شكو عبير ورفا واليوم يلا شغل وين؟ من بين خبز تنور الطيب وقصب البرد وعذوبة الفرات
نسيم الهوى وجمال الطبيعة يا حبيبي وإشراقة الشمس المتلألئة في سمائها أهوارنا أهوار العلا الطفل بصمات جاي يشوف الحياة سيري 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 الله رجعي يلا باي باي.
هاي سلو موشن مشتغلة من قاعد. صاحب قناة من داخل أمريكا وقناة أيضا الجديدة الخاصة بالديتو الخاصة بالأمور اللي تخص البرمجة اللي حكي عليها آخر شيء اليوم. هذا الشيء كلش حلو، هنا مبادرة طوعية خاصة بتعليم الروبوتكس وأيضا البرمجة. هسه راح نشوف شنو اللي راح يصير هنا، وتحياتي لأنس اللي انجاب جهاز هذا مختص بالبرمجة وشلون يبرمجونه وأيضا يتفاعل مع الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة وأيضا الذكاء الصناعي. هسه راح نشوف هنا البصرة شنو بيها من طاقات جميلة ومن وعي وتوعية بخصوص البرمجة واللغة الجديدة هي لغة الحاسوب والبرمجية. خلينا نشوف تحياتنا لأنس إبراهيم اللي كان أمنيته أن يكون أقوية شغلات للأطفال وخصوصا في بلد العراق. تحياتي لك، وهذه رسالة حب وسلام نقلها لكل العالم من محاوط البصر. شكرا للقائمين على هذا المهرجان، شكرا جزيلا لكم. دخلت عالمك الرقمي لأبحث عن والدي المفقود منذ زمن. بصراحة الطفل العراقي طفل مؤهل لأن يكون معقل وفي كل مؤهلات الاعتبار من الإنسانية العقلية المستمدة لدرجة الحضاري العالية، كذلك الشخصية القوية التي يتمتع بها الطفل العراقي، وكذلك روح التحدي اللي الطفل واللي تم الظروف الصعبة اللي مرت فيها في عقب مدنة. هذا المركز تم تأسيسه ليكون مركز إيكولوجي للطفل. الأشياء اللي موجودة عنده والفعاليات الموجودة بصورة أساسية هي تعليم الأطفال. الفقرة الرئيسية طبعا تعليم الأطفال على برمجة. هلو شلونك؟ بس عدنا لعبة طابة مو وقت سوالف، روح لعبوا. ايه وكيح هذا اللي سوالف
ان شاء الله صار. احنا والمبدع الكبير شكرا جزيلا سارة عفاف، التوفيق ان شاء الله. باي باي انتوا مسوا باي باي يلا شو سوا باي باي يلا هلا باي باي هلا 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 يلا 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 باي 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 هلا